يحملون في قلوبهم بذور الخير والعطاء، ومن ظلالهم المباركة تمتد طريقنا ونمضي على عهد الوفاء. فكانوا الرعاة بأياديهم البيضاء ونقاء حضورهم، فألف تحية لهم وهم مشاعل النور وهم أيقونة العطاء. مع فقرة تكريم الرعاة لنكرم باسمكم جميعا السادة في المستشفى الاستشاري، والسادة في بلدية إدنا، والسادة في شركة نصار. من ينوب عن المستشفى الاستشاري؟ الدكتور سعيد، أهلا وسهلا بك، تشرفنا. شخصية العام ونموذج الفلسطيني السيد يعقوب كنيسينا روتاما. مرحبا دكتور. مرحبا دكتور. إذا الدكتور سالم أبو خيزوران رئيس مستشفى الاستشاري، وهو من رعاة هذه الدورة والمؤسسة، كل الشكر. ندعو رئيس بلدية إدنا الدكتور جابر التميزي. مرحبا دكتور وكل الشكر. ندعو السيد عبد الفتاح الجوري. السيد عبد الفتاح الجوري. نواصل مع شركة نصار للأدوات المنزلية، يستلم الدرع السيدة حنين نصار ووليد وديع. نبقى أيضا في إطار شخصية العام والنموذج الفلسطيني في البرازيل، السيدة رويدة حسين رباح. السيدة رويدة حسين رباح. السيد يعقوب كينتارو. السيد يعقوب كينتارو توما، شخصية العام والنموذج الفلسطيني في الأكوادور. ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا لكل رعاة المؤسسة ورعاة هذه الاحتفالية. شكرا كذلك لهذا المسرح الذي جمع هذا الحلم. ونحب نحيي كذلك كل من سهر على إنجاح هذه السهرة.